واول مره ضحكت لي مقاده. وبعدين بقى في الليله العوق اللي مش عايزه تعدي دي. ما قلت لك يا ابني نروح الجنينه، انت اللي معاصلك. انا مش معاصلك، انا خايف بس للبوكس يجي بظهره كده وياخدنا زي ما احنا بمشاعرنا. يا ابني ما تخافش، الجنينه امان. متاكده يا ابني؟ عيب. ومالك متاكده قوي كده يعني؟ باين عليك دايسه الجنينه دي جامد يا بيت. انا امال انا يا اختي؟ ده اصحابي في المحل هم اللي بيقولوا، انا عمري ما رحتها. اصحابك في المحل على اساس اشاعه وكده يعني؟ ده انا رايحه على الوصف. يا سلام. طب ماشي، يلا. وفي الجناين تحت الشجر. تحت الشجر. جرى ايه يا ولا؟ مالك بتترعش كده ليه؟ من رهبه ياما. بس الجنينه دي ليها رهبه كده ودهشه حضرتك. سلام عليكم. الله، مش ابو علي؟ ابو علي ازيك يا باخ، انت عرفت المطرح؟ امال انت فكرك ايه؟ خليك زي ما انت ونبقى تتحرك مع نفسك كده ولاغيني فقلاطه في السمسار. يا بنت ده الواد حسن ملاونه بتاع السوبر ماركت. عارفاه، شفته قبل كده. بطل بقى تبحلق في الخل وخليك في حالك. بلبل صباح ودماغ، والنبي ما تتحرك زي ما انت كده. عيش عيش. الجنينة متلغمة بالمشاعر يا ولا. يلا يا ولا يا ولا. يلا ايه ده كده بخة؟ تعالى يهديك ربنا كده. اقعد اقعد. ايه انت هتسلم على الجنينة كلها؟ الجنينة كلها معارفك اتلم في ليلتك السودة دي. خليك معايا يا ستي. بقى معاكي. هو انا ستك وجريت؟ ايه ده؟ ايه البنطلون الكاشوال ده؟ انا كوي قبل كده. ده الواد عاطف. هلا عاطف. يا نهار اسود. خالي خد ياض، ما تخافش ياض. عيش انت بالذات، عيش وما تقوليش. يخرب بيتك، خليك معايا يا ستي. معاكي، دي الجنينه كلها متورطه وشارعنا كله هنا وكله بيعيش. انت اتجننتي؟ اسيبك عند الكوافير ارجع ما الاقيكيش؟ لا وايه، راجعه تقولي لي خزعبلات؟ ده تخلف يا ستي. حصل خير، مش المهم فهمتيهم ان انا كنت عند الدكتور؟ اضطريت اكذب. لا ما هو كده ما كذبتيش، ما هو فعلا دكتور. يا سلام، يعني هيخففك. امال ديتها بس اجيب قطره. قطره؟ وقطره ده نجيبه ازاي؟ مش مشكله القطر. ازاي بقى؟ ما هو لازم حاجه يكون فيها عرق. مش ضروري، ممكن صورته دي بقى سهله قوي، لان انا عندي صور كتير ليه في البوم بابي. البوم بابك يبقى فاضي ليه؟ اسم مامته مش كلمة. لا يا بابا، لا هي فعلا مشكله بس انت هتحلها لي. امال انا مش شغالك ليه؟ مش عشان تحللي مشاكلي؟ تصرف صاحب البواب، تعرف على الشغالين، الجيران، عسكري المرور. ايه ده؟ هو عسكري المرور عارف اسم امه؟ تقفل الزفت ده وده. مش عارف اشتغل، ما حدش شغل تلفزيون وكاسيت مع بعض. في حاجه دي يا ابني؟ بدل ما انت رابط لي ملتقح عليا، خد لك قرشين ورشه في حالك وسيبني في حالي. سيبك في حالك كده من اولها. وبعدين مين فينا اللي لابس التاني؟ ها كل ده ملك، كل ده بتاعي. كل ده ملك، كل ده بتاعي. السلام عليكم. ياه، ما قلنا عليكم السلام. ان سيرفيس. الاستاذ كريم شال الشاه، ساكن هنا؟ حاصل. كويس قوي. هم اللي فين عسكري المرور؟ مفيش عسكري مرور، لو عايز كريم بيه هو خرج. جو اوت. جو اوت، كويس قوي، عارف كل اخباره. اقول لك انا السكيورتي اللي هنا، هتحب نقول له حاجه؟ لا 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 لا، يعني انا بقول بالنسبه للست والدته. مدام فيميهان. ايه ده؟ هي شريهان تبقى والدته؟ دي صغيره عليها قوي. اسمها فيميهان. مساء الخير، انا مندوب شركه اي جي اي. هاي جي ايه؟ احنا عاملين مسابقة في المعلومات العامة. معلومات عنا؟ معلومات عامة، يعني هسألك سؤال لو جاوبت صح. لا يا باشا، انا ما بسدش في المشاوير بتاعت الاستفسارات والاستجوابات. سؤال واحد وسهل. عارف الجايزة كام؟ 20,000 جنيه.
يا نهار ازرق، حضرتك يعني لو الواحد كسبهم دول يشيلهم فين؟ هي مشكلة فعلا، بس ساعتها تتدبر. ها جاهز للسؤال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. جاهز. اسم امك ايه؟ عمت اسمها بخرة؟ بص بص الواد مجعوص ازاي؟ لا حقه ما بتدخل بقى. لا قولي لي يا دين، انت ليه مطوعاني كده وعماله تساعديني انت واصحابك الصيع دول؟ مش غريبه دي؟ حب استطلاع. وبعدين انت مش بنت عمي ولازم اساعدك. كده كتير. ليكي حق فعلا كتير. هدخل اجيب الموبايل نسيته جوه. انت مين؟ ساسو. وده اسمك؟ اسمي سمية بس تقيل. ساسو ساسو. معلينة، جبت القطر؟ لا انا جاية عشان حاجة تانية خالص. ليه؟ هتكوني جاية تكشفي على اسنانك؟ ما اقدرش، دي زبونتي وجاية تطلب مساعدتي وانا بعمل لله، يعني بوفق في الحلال. الحلال هو اللي انا قلته، دي بنت ساذجة مش عارفة مصلحتها، لو طوعناها على اللي في دماغها هتدمر حياتها. لو دي بنتك تقبل تجوزها واحد زي ده؟ على كل حال لو غيرت رأيك وأقنعتها تشيل الواد ده من دماغها ابقى كلمني. أدي تليفوناتي، خليها معاك. وعلى فكرة أنا هدفعلك أكتر. ممكن ثلاثة مش عاجبني. خلاص هغير لك اللي انت عايزه. انت قلت لي ان اللوكيشن موجود. سالم دودار هيبعت مندوب عشان يستلم الشريط بتاع الاعلان الجديد. ما ادلوش حاجه، وقالوا ان سالم مش هيشوف الشرايط ولا حتى في الحلم لو ما دفعش فلوس اللي عليه كلها. اقول له كده بجد؟ كريم ما ينفعش كده، انت هتخسر سالم وده اهم عميل عندنا. ها يعني اقول له ايه يعني؟ انا فاهم شغلي كويس. اوكي اوكي حاضر حاضر. في واحد في سنك يفضل يشخبط الشخبطه دي؟ يا ابني دي مصاير ناس. يا راجل عايز تفهمني ان انت بشويه الشخبطه دي واحد زيك ممكن يتحكم في مصاير الناس؟ ده تبقى باظت. استغفر الله، انا مجرد اداه، انا مجرد اداه. حافظ انا البقين الفاشلين اللي انت بتقولهم دول، ما انا قاعد معاك بقالي كتير. قول يا دكتور. ما قلت لك خد القرشين واعمل مشروع واطلع من دماغي. انا فعلا عايز اطلع من دماغك، خلاص زهقت. مش انت واد بتعرف تسوي الهوايل وتجيب التايهه؟ ما تيجي نتراهن. فاكر رهاناتنا بتاع زمان ايام السجن؟ خلاص نتراهن. لو انا خسرت عوضي على الله، بس لو كسبت هيبقى كل ده بتاعي. ماشي؟ ايه خايف من الرهان؟ وايه بقى الرهان يا عبقري؟ انا عبقري؟ ده انت العبقري. انت مش بتعرف تعمل اعمال؟ تعال. هو ده. ايه ده؟ هو ده الرهان. اعكس. مش انت بتعرف تعمل كل حاجة وعامل شاطر قوي؟ خلي دي مع ده وده مع دي، وريني شطارتك. ها يا استاذ سالم. عاوز ايه انت؟ عاوز ايه؟ شوفوا عايز ايه ده؟ محدش كلمني خالص. خير يا سالم بيه؟ مالك؟ اهدى، مزعل نفسك ليه؟ ليه الرسالة الخايبة اللي انت كرمت وبعتها لي دي؟ احنا هنقضيها رسائل مع بعضينا ولا ايه؟ ونبطل شغل بقى. اهلا 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 سالم بيه. يعني انا لازم اجي بنفسي اخد الشرايط ولا ايه؟ مش فاهم انا. وبعدين ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ فلوس ايه وبتاع ايه اللي انت بتتكلم فيها؟ انت مش عارف ان انا واخد معاد عرض في التلفزيون؟ المره اللي فاتت انا بعت لك الشرايط على مسؤوليتي، المره دي انا اسف جدا، معايا شركة والفلوس دي بنتحاسب عليها. الله 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 الله، ده كلام جديد بسمعه بقى. انت بتتحداني كده؟ واتحداك ليه بس يا سالم بيه وانت من اهم عملائنا؟ لكن مش بايدي اخدمك المره دي كده. طيب احنا هنقضيها لعبه مع بعضينا بقى. ماشي العب يا كريم يا شلش.
كده يا كريم انت هتخسر حملة الاعلانات الجديدة. ما انا مش هكسب منها بالطريقة دي. هو هيدفع يعني هيدفع. هو مضطر. مش شرط. ما انت عارف سالم. ممكن ينزل باعلاناته القديمة. وساعتها بقى هتبقى خسرت عميل مهم. مهم ازاي هو نصب علينا؟ وانت خس عليك ايه؟ ما انت تقبض كل شهر. اشمعنى بقى مجرجراني معاكي المرة دي؟ مش فات 10 ايام على العمل يبقى كنا فوق نشتغل. انا بقى هفرجك على ابن بخه وهو مزلوق قدامي. تفتكري؟ اول لما تشوفي كده اقرصيني عشان اتاكد اني مش بحر. لسه دينا وكابر ده ايه النور ده؟ والله يا كابر ليك وحشه جامده قوي قوي على حق يعني. دي الدنيا كانت مضلمة وملهاش لا ريحة ولا لون ولا طعم من غيرك، يعني حتى الهدوم بقت شبه بعضيها. اللي كنت غطسانة فين بقالك كام يوم؟ مشغوليات شوية شغل كده. والنبي توظفتي؟ تقريبا. إلا فين يعني؟ أسرار يا سيد، ما أنت عارف الشغل أسرار، وبعدين مش وقته دلوقتي. طب أنا كنت عايزك في موضوع يعني على أساس في حساسية كده بيننا وكده. هاي قر اتكلم ما تقلقش من دينا. أنا هتسامحيني؟ خلاص يا سيد مسامحاك. ابعت. انا اقوله ما خافش. خلاص يا سيد ننسى اللي فات وخلينا في اللي جاي. ها مش تزعلي على ده، حاسس كمني كنت سرحان يعني اتحرق منه وانا بكوي. ما تقرصيش. مزيك حلو قوي. هو ده الجينجل اللي انا عايزه. يعني ايه جينجل؟ الاعلان ده ممكن يبقى ساحر لو حطينا فيه كل بوينت اوف سيلز. بيري اكتبي عندك يجيبه مع اللمبات الابولو 18. ابولو حلو. دخلنا على الفلك. عايزك بعد الاجتماع. ايه يا جماعه الدخان ده؟ نحط ارواح ولا ايه؟ هوا نفوق بقى يا جماعه. خلاص الاجتماع خلص، يا دوبك تلحقوا اخر قطر. يلا. مش شايفه ان انا مشغوله؟ صح. ايه بقى؟ ايه؟ مش قلت لي انك عايزني؟ عجبتيني قوي النهارده. ها؟ ابتديت تكتبي وتركزي، حسيت انك عايزه تتعلمي فعلا. خليكي بقى كده مركزه على طول. بس عايزني في كده بس؟ ايوه. هايل بجد هايل. سيسو سيسو سيسو، مستر كريم فاضي ولا معاه تليفون؟ ودي مين دي بقى ان شاء الله؟ دي مهينار. مين؟ مهينار؟ ما هو باين. مين يعني؟ الجير فرند بتاعت كريم؟ لا، دي السكرتيرة الجديدة اللي هتشتغل بعد. ساسو ساسو بس مين هلاقيها؟ هايلة والله. بص يا نار، انت هتخلعي من هنا. نعم. هما اتفقوا معاكي على كام؟ على 1000. ليه؟ لا انا هديكي 2000. حمدي معاكي عقد بسنتين وشهرين تأمين. اوكي؟ اتفضلي امضي هنا. اعتذرت يعني ايه؟ مش كانت اتفقت خلاص؟ هو لعب عيال. انا برضو مستغربه، مع اننا كنا لطاف جدا معاها. كنتوا مين؟ انا وساسو. ساسو؟ ومستغربه قوي انها مشيت. طب ده اقل واجب. علوم مش مشكله، نزلي اعلان في الجورنال اطلبي فيه سكرتيره، واكتبي شرط اساسي في الاعلان يقول ان السكرتيره اشتغلت قبل كده في مستشفى المجانين وبتعرف تتعامل معاهم كويس. طبعا ده شرط اساسي حضرتك. وتجيب معاها شهاده خبره كمان. اوكي سو باي. سس 48000 جنيه. هتدفع بالدولار؟ 9000. هتدفع بالاسترليني؟ 8000. هترفع ولا الاستاذ يضمنك؟ الأستاذ محتاج اللي يضمنه. المهم 48000 بتوع ايه؟ حق السكرتيرة اللي طفشتها النهاردة. صاروخ كلفتني 48000 جنيه. وما بعتهاليش ليه؟ لا وإيه؟ هينزل إعلان في الجورنال يطلب فيه سكرتيرة تاني. إيه بقى؟
ايه هفضل انا كل شويه تفرس كتير بالمنظر ده؟ لا شوف لك حل انت والعفاريت بتوعك، ولا ما عندكش عفاريت والسوق نايم اليومين دول؟ الاعلان ده نازل امتى؟ ايه هتخلي عفريتك ما ينشرهوش؟ لا هسيبه يتنشر، بس هعمل لك عليه شغل جامد قوي، هنزل بتقلي. يا راجل شكلك هتطلع بق في الاخر. اهو الاعلان اهو. بيجي بيجي بيجي. نفسي افهم انت في دماغك ايه بالظبط. سيبني اشتغل بقى عشان احبك. الو مادموزيل دينا، كنت طلبت مني خدمه. انا اشتغل؟ طب وليه لا؟ انت مجنونه يا بنتي، لو اشتغلتي حياتك هتتغير خالص. بلاش طريقه واحده ممكن، وبعدين مين المعتوه ده اللي يرضى يشغلني عنده؟ مين المعتوه؟ ردي بسرعه. الو مين؟ انا مخرج لاعلانات كريم شلش. شبش؟ والله ما انا عارف اذا كان شلش ولا شبش. انا مخرج الاعلانات الفظيع جدا طبعا، عارفاني. عامل اعلانات؟ عامل اعلانات. طب كملي. وعايزني في ايه انا بقى؟ اعلان زيت ولا سمنه بلدي؟ انا بقول خلينا في السمنه البلدي تبقى احلى. نعم اشتغل سكرتيره عندك. الله، طب اشمعنى اخترتيني انا دون عن البنات الروشه اللي في البلد؟ ايه ايه ايه، سمعت عن ذكائي؟ هو للدرجه دي ذكائي مسمع؟ لا اله الا الله، قادر على كل شيء. ايوه معاك. بص يا ستي، انتي هتيجي بكره تقدمي على الوظيفه. مادموازيل دينا عارفه الشركه، هتطلبي تقابليني، ولو حد منعك اعملي اللي وادخلي عليا مكتبي، فاهمه ازاي؟ وتبصي في عينيا كويس وانت بتكلميني، اصل انا بحب سكرتيرتي تركز في عينيا عشان تتعلم تفهمني من بصتي. واوعي تقولي المخلوق اني كلمتك ولا حتى ليا انا، مفهوم؟ معاكي بقى ورقه وقلم عشان تليفوناتي. 370؟ لا لا قولهم لي مفرط نمره نمره. اه 370. اه ماشي. لا 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 مش حد، ودي حاجه تتنسي؟ دي معجزه يا راجل. سلام. ده انت اهطل بقى، ده بنت عبيطه ما تعرفش الالف من ايد المقاش، وده واد متقطع بتاع اعلانات، ده منزل اعلانه بالانجليزي. باين انك ما تعرفش انجليزي. شمردل بانك هتطلع اهطل اخر الفيلم. انا من زهر للدرجه دي انا واصله؟ اكتب كدبه بيضه على الواد سيد واقول له اني بشتغل تقوم تحقق كده على طول؟ لا لا الموضوع ده ما ينسكتش عليه، ده انا فيا حاجه لله بقى. هو ما فضلتش غير واحده بس، يعني شكلها ما ينفعش خالص. ده انا حتى جالي تليفون من واحد ما اعرفوش قال لي انها مش مكمله تعليمها ولا معاها كمبيوتر ولا لغات، تصور انها كمان. ومشيتهاش ليه؟ مش عايزه تمشي. عامله قلق جامد جدا ومصره تقابلك، قال يعني البت فظيعه، وبعدين انا مش قادره عليها، ده انا قربت اولد من كتر زنها. اوف دي مجنونه رسمي. انت كريم شلش؟ هولد. لا 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 مش انا خالص. ايه هتفضل مديني ظهرك كده؟ ما ينفعش. بصلي حط عينك في عيني، شوف انا مذاكره ازاي. هو يعني من شويه بس صغيره جت واحده اشتغلت خدت الوظيفه، يعني انا اسف جدا معلش. يا سلام عليا الكلام ده يا سي كريم. على فكره المقابله انتهت من ساعه لما دخلتي، يا ريت بقى ما تعطلينيش. مش ماشي. ايه رايك بقى بطل الحركات دي؟ حركات؟ انت غريبه قوي، جت هراجع هنا ولا ايه؟ الله ده الموضوع كبر، شكلك كده اتضايقت ولا ايه؟ شكلك مش فاكر. انا كابر. كابر؟ اسم غريب قوي، اول مره اسمعه. عاجبك قوي يعني؟ مش زعلان
مني ما بعرفش انجليزي؟ مش عارف. ولا معايا شهادات؟ مش عارف. هستلم الشغل امتى؟ مش عارف. نفسي افهم انت بتضحك قوي كده على ايه؟ على التليفون الخايب اللي انت عملته. انت مش برضه كلمت سكرتيرة سيكاريم عشان تزنبق البنت كامل؟ يا ابني انا سر بات يعني. يبقى السبيل انت بتلعب عشان تكسب الرهان. انا بقى بلعب عشان ابوظه لك. بتهيألي من حقي انا كمان عايز اكسب. وبعدين انت مش لوحدك. انت معاك شمهورش. الله الله الله، انت عارفه؟ اه كده بقى نلعب على المكشوف. بس خلي بالك لو فتشت السر هعرف، وساعتها اللي هيبقى فيه مكسب ولا خساره. عيب، ده انا اللي معلمك اصول واشاره في الرهان. اتفقنا اتفقنا. تعرف قميصك كام ياض؟ هيكون بكام يعني يا باشا؟ ده كبيره 300 في رغيف من الوكاله. ده 600 جنيه يا واد. يا عم 600 جنيه ايه؟ بيتكلم لغات ولا بيروح مكانك الشغل؟ ولا بيسخط في مراتك وانت مش في البيت ولا ايه؟ ده هيروح في داهيه بقى. مصير اردها له، بس انا اللي احترمت شيخ اخته يعني. يا حبيبي يا بخه، ده راجل مفتري قوي، ده شرحك يا ولد. كان ممكن اعمل له عاهه مستديره، بس انا ما رضيتش يعني احرجه قدام مراته وكده على اساس ان هو بيه. ما انا ممكن ابقى بيه انا كمان. بأمارة ايه بقى ان شاء الله تبقى بيه؟ لا لا لا، دي وسعت منك. ليه؟ ما ممكن افرقع في السوق واضرب مره واحده. ليه ان شاء الله؟ هتاخد بطوله العالم في الكاوي؟ لا يا خفيفه، انا ممكن اعمل شريط افرد بيه السوق واكويه وابخ مصر كلها بوستراك. ايه؟ تبخ؟ تصدقي وتامني بالله المنتجين اليومين دول بيحفوا ورا المكوجيه. يا خرابي يا خرابي على الجمال. الواد قمر غزال، في الاعلانات بتحدف عيال حلوه كده. ده واد جاي من حته تانية، ده غير العيال الهفق اللي بشوفهم دول خالص. لا وايه، اول لما بصيت في عينه حسيت بالايه مش عارفه، هي حاجه كده شبه الاشعرينه. اه بس حصلت ليه؟ ده باين لي حبيته. حبيتيه؟ يا ريت. انا ما قلتش كده. انا قلت كده؟ لا ما قلتش. لا قلت. الله. طب وسيد بخ؟ بلا سيد بخ بلا سيد قشطه. التاني قشطه قشطه بجد. وايه؟ هراني تسبيل هراني. انا من ذهله ايه اللي بيحصل ده؟ باشا امرني حضرتك. بص يا سيد، أنا ريجيسير ومرشحك تصور بطولة إعلان. والنعمة يا باشا أمثل؟ الشركة اللي أنا بشتغل فيها هتصور إعلان عن مكوة جديدة. آه اشكي منك يعني ستايم وكده حضرتك. إحنا بندور على وجه جديد يمثل الدور ده، عشان كده فكرنا إن إحنا نجيب مكواجي بحق وحقيقي يمثل الدور عشان ما يتعبناش لمؤاخذة. آه أتابيك. ولو اني شاكك انهم ممكن يقبلوك عشان حكايه المطبات اللي في وشك دي. لا يا باشا، ده شويه تعوير كده من مخاطر المهنه لو مؤاخذه، بس يعني هتروح. خلاص عايز كده بقى تروح بكره تقدم على الدور. صباح وفن يعني، ممكن تعملوا لي بوستراك كده في الشارع وشريط وقفشات وكده؟ اه نعمل لك اللي انت عاوزه، بس ايه لو عجبتنا. يا رب يا رب. انا عاوزك تهدى بقى وترسم معايا وتسيبك من التوتر اللي انت فيه ده. انت هتروح بكره الشركه وتسال على مكتب الانسه سميه سعد حامد، انا كتبت لك اسمها في الورقه دي مع العنوان بتاع الشركه. باشا والنعمه باشا. الانسه سميه هي اللي هتسهلك الشغلانه، بس خلي بالك اتكلم معاها بمنتهى الادب والاحترام، يعني تحسن ملفظك وانت بتتكلم معاها. وما تنساش دي بنت صاحب الشركه، يعني ابوها ملياردير، يعني حد جامد يا باشا. اوه قوي لا مؤاخذه يا باشا، يعني الملياردير ده يعني بيقفش له كام كده في الشهر؟ ما هي 7 جنيه و40 قرش. ايوه دكتور شمال. ازاي زفت
ليه بس؟ اختار سكرتيرة تانية خلاص. طب وايه يعني؟ يعني ايه وايه يعني؟ مش يمكن تطلع صاروخ زي اللي قبلها؟ ما تخافيش ما تخافيش، دي السكرتيرة دي هدية مني ليكي. أنا مش قلت لك هعمل لك شغل جامد؟ هتعمل لي شغل جامد؟ خير إن شاء الله. لا مش وقتي، لما أجي لك هقول لك. شكلك كده حسابك تقل معايا. هاي. مش وقتك خالص يا ساسو، عندي كارثة. أوف حكيتم أهو. طب يوه خارجة انتي؟ لا انتوا تعرفوا بعض؟ لا اه لا انتي جاية ايه؟ تعمل ايه؟ انتي سكرتيرة؟ اه متأخرة نص ساعة. معلش. طيب كابر، الحقيقة كده وحصل حاجة امبارح بعد ما انت مشيتي. كان في سكرتيرة وكانت بتشتغل هنا ومشيت ورجعت امبارح تاني يعني. فهمت. ما انا برضو استغربت. انا عارف اني منفعش. على العموم متشكرة. انا ماشي. راح فين؟ انا ماشي. مش حضرتك قلت اني ما ينفعش تمشي، انت لازم تستني.